على حسب ما فهمت من حضرتك انه تم تطبيقه بصوره من الصور احب اعرفها، وفي هذا الاطار اذا كان في صعوبه ان حضرتك تشرح لنا العمليه الكيميائيه لاعاده تنشيط النيكل بشكل دقيق، عايزين نعرف اهم سمات هذه العمليه، يعني هل هي مكلفه مثلا؟ هل هي رخيصه الثمن؟ وتطبيقاتها زي ما قلت لحضرتك. انا اقول لسعادتك لو احنا جبنا طن من الحفاز ده من مستورد من بره ثمنه مثلا 70 جنيه. نفرض يعني 70 طن او الكيلو ب 70 جنيه. احنا بنحضره بنعمله اعاده تنشيط ونطلعه الكيلو بتكاليف حوالي 10 15 جنيه. طبعا عمليه اقتصاديه جدا. الحاجة التانية احنا ليه عملناها كده؟ لان الـ 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 الاصل في العملية دي هو الحفاظ على البيئة قبل كل شيء. اولا الحفاظ على العملة الصعبة، تاني حاجة الحفاظ على البيئة. انا لما بيحصل والحفاظ على صحة الانسان طبعا، الانسان طبعا لما بيحصل ان الحفاز ده بيموت الشركة هتعمل ايه؟ او المصنع اللي بيشتغل هيعمل ايه؟ هيرميه فين؟ هيرميه في الارض. ودي الكميات الكبيره اللي بيستعملها الشركه او المصنع كميات كبيره جدا هتروح فين؟ حتى لو رماها في الارض عنده فهي هتتسرب. والشركات والمصانع دي بعيده عن المساكن فهتروح لازم تروح على الارض الزراعيه واحنا هنشربها بعد كده او المياه والمياه الجوفيه فطبعا دي ضرر كبير جدا 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 للبيئه. والعالم كله بيحاول انه يتخلص من الحفاز النيكل دي ده مش برميه في الارض، بطرق تانية خالص. هل من ضمن الطرق ديت استخدامه في اي صناعات اخرى غير اعاده تدويره فيها؟ بالظبط بالظبط يعني ممكن قوي بس دي طبعا اسهل وابسط طريقه وما رميناش حاجه جدا جدا مش لكن عارف. ممكن قوي نعمل ايه؟ ناخد حفاز النيكل ده نتخلص من الزيت اللي موجود بكميه كبيره نتخلص منه. يعني ايه؟ يعني هنضيف له مواد مذيبه للزيوت دي مكلفه، وبعدين ناخد حفاز النيكل اللي هو اللي باقي نستخلص النيكل عنصر النيكل باضافه حامض النيتريك، وحامض النيتريك ده ما هواش صديق للبيئه لانه حامض ويطلع فيوم زي دخان وازعرينا وممكن تضر بصحه العمال او بالظبط. احد المواد المستخدمه في اعاده تنشيطه ولا لا؟ ما اتكلمش على اعاده التنشيط دلوقتي. انا بتكلم على اعاده استخلاص النيكل من الحفاز عشان نستعمله كاملاح نيكل بس. ما هوش اعاده تنشيطه. لا حضرتك عايز تقول ان احنا نوفر عمليات استخدام حامض النيتريك اللي هو استخدام اي حاجه البيئة. مفيش كيماويات بنستعملها تقريبا يعني بكميات كبيره في عمليه اعاده التنشيط. ما بنستعملش كميات كبيره. يعني بكميه بسيطه يا دوب ان هي تدوب لي حامض النيكل عشان ارسبه في هيئه النانو. طيب تطبيق حضرتك بقى لهذا الاختراع او الاكتشاف العلمي اللي حضرتك توصلت اليه الى اي مدى مطبق؟ يعني هل مطبق؟ يعني هل في عمليات اعاده تدوير وتنشيط في بعض المصانع؟ حد استعان بحضرتك كخبره؟ حد يعني اشترى من حضرتك هذا الاختراع؟ هل في جهه طبقته بشكل مشابه مع عدم الرجوع لحضرتك وحضرتك متابع ده؟ هو مع الاسف الشديد الموضوع ده جالي من احدى الشركات. يعني بتقول لي حضرتك من احدى الشركات طلبت من حضرتك مني بتقول لي ممكن نحن نعيد تنشيط الحفاز ده؟ قلت لهم والله اشوف. فبعد ما وصلت حضرتك قلت لهم قالوا لي طب حضره انت عندك في المركز القومي للبحوث واحنا نشتري منك. طبعا المركز القومي للبحوث ليس جهه انتاج. فطبعا فسجلت بيه براءه اختراع وخلاص. لكن الجهه دي حضرتك ما تعرفش او ما تابعتش اذا كانت هي ممكن تكون يعني استغلت هذا العلم بدون شرائه، يعني او بتشتغل بطريقه مشابهه، او هل ممكن ترجع لحضرتك بصفتك الشخصيه وتشتغل بغض النظر عن الشركه دي او الشركه الثانيه؟ العلم يا دكتور محمد الهدف منه التطبيق في النهايه بالظبط. وبعدين يعني مركز القومي للبحوث من الجهات المعروف قيمتها العلميه في مصر، وللاسف احيانا بنستمع الى انه بعض الاحاديث تشير الى انه الابحاث العلميه بيبقى الهدف منها الترقي والحصول على درجه استاذيه او ترقي بالزبط. علمي الهدف أنا منه البراءه دي عملتها بعد ما توضع على الارفف بعد ما اخذت استاذ. يعني انا مش عاوز اترقى انا مش عاوز اترقى انا دي عملتها بحيث ان لما
كطلب من احدى الشركات ان احنا بنستعمل الحفاز ده وبيبقى عندنا بكميات كبيره جدا وبنرميه في الارض. فممكن ان احنا نعيد تنشيطه. قلت لهم اوكي حضرت وجهزت ووضبته وقلت لهم اتفضلوا اهو. خدوه في الشركه وشافوه لقوه كويس جدا. بس حضرتك ليك اكتر من 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 براءه اختراع، يعني تقريبا 11 براءه اختراع، ويمكن ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية وهنتكلم مع حضرتك في مواضيع شبيهه، لانه في النهايه تخص حضرتك هو الكيمياء الفيزيقيه. لكن السؤال، هل الدوله اي دور يعني سياسي ان صح التعابير في قرارات من مثل هذه الاكتشافات العلميه في التطبيق، ولا الدوله هنا ممكن ما يبقالهاش دور؟ لا لا، المفروض يكون لها دور. يعني انا بوجه الطلب بتاعي للمختصين، يعني يعني وزير الصناعه مثلا اقول له ان في شركات كتيره جدا بتعمل عمليه الهدرجه، هدرجه الزيوت، وبتستخدم كميه كبيره جدا من الحفاز النيكل، فمفيش داعي ان احنا نستورد بكميات كبيره دي ونعمل اعاده تنشيط الحفاز ده، وبالتالي هنوفر عمله صعبه وفي نفس الوقت هنمنع رميه في الارض والحفاظ على البيئه. يعني حضرتك شايف انه دوت ممكن يكون قرار سيادي ان صح التعبير؟ احسن بالظبط. مفيش بديل تاني، يعني ما نقدرش نعتمد على المؤسسات الخاصة. الشركات ملهاش اي سلطه انها تعمل، لانه يعني كان لينا تجربه قبل كده كمان في احدى الشركات، حضروا لنا حفاز الفلاني، حضرناه قعدنا 7 شهور 21 شهر حضرنا الحفاز ده، وطلع احسن من شركه بتجيبه من بره. في الاخر برضو قالوا لنا يا ريت تحضروه انتوا في المركز واحنا نشتري منكم. بس انا مش عارف، يعني هو يمكن المشكله هنا انه برضو يعني ان صح التعبير يعني القواعد القانونيه وربما انجاز التشبيه الروتين او البيروقراطيه بتحول دون انه جهه علميه جايز. حكوميه تقوم ببيع اختراعاتها او اكتشافاتها العلميه لجهات اخرى. لكن بعتقد انه اذا كان في النهايه هدف الابحاث العلميه انه يتم تطبيقها، اعتقد المساله ممكن يعني تسن في قوانين يسمح فيها بهذا الامر، ويكون في النهايه العائد على الدوله من خلال هذه المؤسسات، يعني ياخذ المركز القومي للبحوث انه يستفيد ويكون لصاحب هذا الاختراع او لهذه البراءه العلميه نسبه انجاز التعبير او والله الواحد ما بيبصش للمكافاه. وفي النهايه الجميع يستفيد والدوله تستفيد وصاحب الحق يستفيد في شرائه او بيعه. يعني مساله بالزبط. اعتقد انها ممكن تبقى ممكنه يا دكتور محمد. والله هو ممكنه جدا ممكنه جدا. بس يا ريت يا ريت. هل الحفاز النيكل احنا استوفينا يعني مناقشته مع حضرتك طبعا في حديث العلم هو بصوره تناسب طبعا يعني الجمهور اللي ممكن يكون غير متخصص في بعض المسائل الفنيه، ولا في نقطه ممكن تكون يعني لا؟ هو حفاز النيكل ده احنا اتكلمنا على اعاده تنشيط حفاز النيكل اللي هو بيستخدم في الشركات. احنا في المركز القومي للبحوث عملنا تحضير حفاز النيكل، يعني مش بس اصل حفاز النيكل اللي هو مستعمل في الشركات دي، الشركات اللي بتبيعه ما بتقولش هو بتحضر ازاي، ومش سهل تحضيره. يعني حضرتك ليك براءتين اختراع في تحضيره واعاده تنشيطه. بس يبدو لي من كلام حضرتك انه اعاده تنشيط حفاز النيكل هي المساله الاصعب من تحضيره. اصعب بكتير. لا، تحضير حفاز النيكل يمكن سبحان الله هو اعطاني الفكره وعملتها وطلعت كويسه جدا ونانو زي ما بيقولوا اللي هو متناهي الصغر، وعمل التكنولوجيا العصريه، وعمل زيت مجرد ان احنا بنحط عليه زيت في بيسموه الضغط العادي. هم بيعملوه ضغط عالي جدا في المصانع، احنا في الضغط العادي وعنده درجه حراره عاديه يعني عند حوالي 150 او بتاع، فطلع الزيت اتجمد منتهى البساطة كده، اتجمد قدامنا. فطبعا الحفاز كويس. طيب بما انه حضرتك يعني في النهاية أستاذ ومتخصص في الكيمياء الفيزيقية والتحضيرات الكيميائية ودراسة أثرها على البيئة وعلى الصحة، ربما يعني سؤال ما يكونش يعني في صلب حديث العلم إلا من اهتمامات الناس. هل المسلة أو السمن النباتي أو الصناعي كما يقال أي أضرار على صحة الإنسان من واقع تحضيره بهذه الكيفيه وبدرجات الحراره اللي ممكن تكون عاليه نسبيا؟ لانه في احاديث كثيره نسمعها الان في العالم عن انه درجات الحراره العاليه ممكن تفسد
القيم الغذائيه وتؤدي لضرر بالنسبه لصحه الانسان. بالظبط بالظبط. اي زيت اي زيت، مش هقول لك الزيت القلي ده كويس وزيت عباد الشمس ده كويس وده في ممكن تقلي، اي زيت سخنته مره واحده كفايه، ما تسخنوش تاني. اللي بقى عمليه البلمره اللي هي التعقيد بتاع المركبات مع بعض، الزيت مع بعضه بيكون مركبات كارسوجينيك، يعني ممكن تحصل تعمل تسمم. فيستحسن ان احنا ما ناكلش الحاجه المقليه في زيت متكرر تسخين. السمن النباتي نفسه ما فيهوش مشكله، السمن النباتي ما فيهوش مشكله الى حد ما، يعني لانك بتستعمله في عمل المخبوزات. كل المخبوزات بتعمل مش بالزيت، بالسمن النباتي، السمن النباتي ده اللي هو المارجرين بيسموه. مره وخلصت، مره وخدتها وكلتها خلاص انتهت. لكن لما تسخن مره ومره تانية ومره ثالثه، تعال انت امسك الوعاء اللي انت حاطط فيه الزيت ده وسخنته مره واثنين وثلاثه، هتكون على الجدار بتاع الوعاء ده هو طبقه تخينه. أيوة. ما تنزلهاش الصابون ولا اي حاجه، هو ده هو ده هو ده اللي بيسموه البوليمر بتاع الزيت. ايوه، فده هو ده اللي بيتكون في الزيت. والرساله اذا النصيحه الخاصه يمكن بكل من يستخدم مثل هذه الزيوت سواء سائله او شبه صلبه، انه لا يعيد تسخينها على هو يستحسن يستحسن استخدام زيت النخيل في عمل الحلويات. ايوه، ليه؟ لانه هو مهدرج جاهز، يعني سبحان الله هو هدرجه في صورته في صورته اللي هي تقيله شويه، فعشان كده يستعمل. وما تستعملش اللي هو المارجرين والحاجات. ليه اتمنع الزيت السمن النباتي اللي كانوا زمان بيستعملوه قبل كده؟ لانه النيكل كان بيعدي من الفلاتر فبيعمل لغط في القلب، منعه. ايوه، الحقيقه موضوع يعني بنشكر حضرتك على جهدك العلمي فيه وعلى تبصيرنا بفوائده ومضاره، ونتمنى لك توفيق يا دكتور محمد، ويعني شاكرين لجهدك العلمي. شكرا. نشكر الاستاذ الدكتور محمد سليم، الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الفيزيقيه بالمركز القومي للبحوث، على هذه الاختراعات وعلى هذه الكشوفات العلميه الجديده. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، على امل اللقاء، دمتم في امان الله.